يتم الاستعانة مثلا بمحاولة تسويق بقاء بوتفليقة بشخص تعرفه جيدا، الأخضر الإبراهيم. عندما كنت طالبا هنا في لندن كان هو سفيرا هنا في بريطانيا. أنا قلت تسألتني تعرفه شخصيا، خلي يعني مع المناسبة، يعني مناسبة كبيرة، يعني مناسبة جدية، لكن نقول لك علي حاجة كمستوى شخصي. احنا في 77 أو 78 كنا النخبة الأولى من طلبة الدراسات العليا الأوائل الذين أرسلوا إلى بريطانيا وأمريكا. فأساء معاملتنا، في قضية كيفية صرف المنحة. فطلبنا منه تغيير صرف المنحة من 3 أشهر إلى شهر. فتركها لأخر نهاية السنة الدراسية وراح يعطينا شهر. الناس كانت حاسبة على أساس 6 أشهر. هذه نعطيك الأمر البسيط. هذا لما كان سفير هنا. لما كان سفير هنا في بريطانيا. بعدها اعتصمنا لمدة 48 ساعة في السفارة. بعدها طالب البوليس البريطاني التدخل ورفع الحصانة على السفارة. وبعد إذن استدعانا، استدعى من كان يشك أنهم هم اللي كانوا مسؤولين، وكنت واحد منهم، ولا زال شهودهم إطارات عليا في الدنيا الآن في القضاء وفي الجيش وفي الأمن وفي الجامعات. شتمنا واحدا واحدا بلغة فاجأتني. هذا الرجل الذي كان سافرا في القاهرة وفي الشام وهو داخل في حوار شمال جنوب، وكنت أشاهده في التلفزيون البريطاني، فإذا به يتحول إلى أكثر من راعي، لغة شاتمة، لغة الشارع الجزائري. أنا ما صدقت راجل متعلم بالاسم الكبير هذا يتعامل بتاعه، وقطع وهدد بكلام سوقي في تبرك الشوارع البلطجية. شوف كلمة البلطجية، البلطجية عندهم أخلاقهم وعندهم احتراماتهم. لذلك أنا نقول لك الراجل هذا أعيد تكريره من جديد، ريسايكلينج. هذا الرجل غير مؤهل لعقليته، عقلية النظام الوطني بالطريقة الجامدة. طيب وبالتالي ليس له ما يقوم به من حيث المصداقية ومن حيث التاريخ ومن حيث الجغرافية. تحب هو عايش في فرنسا يعرف فرنسا أكثر ما يعرف الجزائر. بالمناسبة نرجع لك لحديثة فقط، الخضر إبراهيمي لما فاشل كوفي عنان، كوفي عنان كان راجل عرف باللي هناك نظام الأسد لا يريد التنازل، والدول الكبرى روسيا خاصة تؤيده ألا لا يتنازل، خرج عرف راح تفشل. بينما إبراهيمي نقول لك من أحد أعوانه، أقسم لك بالله هذه حقيقة، نصحه بالاستقالة لما أدرك أنه فاشل. إبراهيمي بقى يجر في رجليه، ما حب في روح، لأنه يقال كان 5000 دولار أو 7000 دولار الفاتورة تاعه يومي. لا خليك، لا هناك هذا البعد كذلك المهم. هناك من يقول هذا الكلام أنه جاء إلى الجزائر أو في مهمات أخرى لأنه يهمه كذلك الكسب المال. شوف خلينا ما سألش، والحق الرط مكفول له طبعا. لا ما شوف، إحنا من ملخص المواضيع في حاجات ثانوية. الأساسي أن الراجل عقليته وغريزته هي غريزة زي تاع القط، هو مزال قبل ما يفتح عينيه يخبش. هذا غريزته مع النظام المركزي التسلطي زي في الجزائر، وتربى في النظام هذا. طيب وعليه في نفس الشيء بالنسبة لسوريا، تعاطف مع السوريين وحاول حلول حلول ترقيعية. لذلك حتى الأمريكان ما ثاقوش به، قالوا عنده الفكر البعثي هكذا. أنا قال لي واحد أمريكي كبير يعني من الرجال تاع المستشارين تاع الفترة هذيك، نقولها بصدق يعني. لذلك أنا العمامرة هذه لا شأن عليه، إبراهيم لا شأن عليه، تجاوزت الأحداث الجميع. الآن كيف نسترجع زمام المبادرة بحيث نحافظ على مؤسسات الدولة مرحلية؟ طيب نحافظ على وحدتنا الترابية والشعبية، نبقى متماسكين، وكما أقول لك واحد نطلب ربي أنهم يفهموا، ونطلب ربي أنهم تعرفوا شو يقول المثل اليوناني القديم، يقول لك إن أرادت الآلهة أن تدمر شخصا تجعل منه مجنون أولا. القذافي كانت عنده إمكانية الخروج من السلطة وتعجرف. إذا تعجرف هؤلاء، أنا أقول لك مش راح الجزائر اللي يحميها الآن هو الشعب. يا رجل النظام الجزائري منذ 92 هو اللي اعتمد على العنصر الأجنبي، دائما كان يهمهم دائما الخارج، لأن الخارج كان يضغط عليهم ما وراء الكواليس من أجل المصالحة، خاصة بعد توقيف الانتخابات. وما أراه علامة شؤم أنهم أتوا بالإبراهيمي من أجل إسكات الخارج، بمعنى ليست لهم خطة حقيقية للاستجابة للمطالب الشعبية. هذه آخر مرة نذكر لك إبراهيمي، ما عادش نحب نتكلم عليه، لأنه هذا راح يكون فاشل. وإذا النظام يتصور روحه أنه يعتمد على القوى الأجنبية خاصة أمريكا والدول الأوروبية راح يفشل. إذا تعرف في عهد بومدين عندما ذهب إلى بعض المناطق في الصحراء وسأل أحد الرجال الهارمين البسطاء الريفيين، فقال له كيف تشوف ناسي شيخ حتى أرباح؟ قال له احنا بالأمس رحبنا باستعمار فرنسي، اليوم نرحب باستعمار إخواننا.
فنحن الآن نعيش مرحلة استبداد هي مرحلة استعمارية. لذلك أنا لما الناس تنادي هذا التحرك الحراك حرر الشعب الجزائري من الخوف وأعطى فرصة للشعب أن يتحرر مرة أخرى من الاستبداد واللي هو نوع من الاستعمار، وراح يحرر الجيش ويحرر الأمن ويحرر الجدرمية ويحرر البوليسية ويحرر البيروقراطية من طغيان هذا النظام. يا سيدي ننظر احنا للتاريخ الخضر الإبراهيمي، الراجل جاء في حكومة تكنوقراطية في 91 لكن أصبح وزير خارجية يعرب الانقلاب ويدعو الاعتراف بالانقلاب، وثم عندما ذهب أين الحلول التي أتى بها هذا الرجل؟ راح لسوريا تعامل مع القضية السورية بنفس المنطق تاع النظام الجزائري للحفاظ على بشار الأسد. راح الأفغانستان فشل، راح العراق فشل، ما نحكيش على الطائف لنا انتصاره في الطائف اللي سميوها مدفوع الأجر من السعودية، السعودية اللي كانت تتحكم بشكار تاع الفلوس. لذلك مجيء هذا المرة، لذلك احنا أمننا لو الجزائري يحب يفكر، لو قايد صالح يحب يفكر الطريقة الجزائرية مثل ما فعل قاد ثورة نوفمبر، ما جمعوا كل واحد قال له انتخبوا لقائد بعدين قال لك خلينا نديروا جماعة، ليش ما يجيبوا شخصية وطنية مؤقتا يحطوه رئيس وبعدين يعملوا على مجلس تأسيسي لا أستطيع لحد الساعة لغاية إثبات العكس أن النظام يمكن أن يجدد نفسه، هذا مستحيل، يجب القطيعة مع النظام لكن بوسائل تحافظ على وحدتنا الوطنية، على وحدة شعبنا. ولحد الآن شعب أثبت أنه تحمل مسؤوليته، لم يكسر، لم يلجأ إلى العنف ولم يلجأ إلى الفئوية ولا العرقية ولا إلى حتى من هو اللي كان في الماضي والحاضر. أنا أقول لك الناس فيه رجال ثورة، رجال محترمين، فيه ناس يشوفوا يسبوا في حمروش وغيره، أنا ما رشحش ولا واحد، بس أقول لك فيه شخصيات وطنية مقبولة لدى الجيش ومرحليا تكون مقبولة لدى الشعب، لكن تكون خطة الطريق واضحة ما نلعبش على بعضنا، وتكون نية. دعني أطرح هذا السؤال، لازم تكون فيه النية الحسنة، بصح النية الفاسدة النظام لازم هو اللي الآن يبادر ما يخليها ليش في الغموض. أنا أقول لك مجيء إبراهيمي ومجيء الحكومة البيروقراطية التكنوقراطية الزائفة هذه دليل على أن النظام لم يستيقظ فقط وليس النية التغيير. والعمامرة يريد الذهاب إلى موسكو، يعني كأنه زي بوتين، زي بشار يريد الاستعانة مثلا ببوتين، وفي مقابل طبعا اتهامات موجهة لفرنسا كذلك أنها تدعم هذا النظام. شوف احنا ما نلجؤوش نتكلموا على الخارج، المشكلة فينا احنا. شوف الجزائر لا يريد تدخل دولة قزمية ولا كي قزمي زي الإمارات حبة التف ولا السعودية، إنما ذهبوا خربوا البلدان اللي راحوا لها، ما نحتاجهمش، خليونا ترونكيل. النظام لحد الآن يريد أن يستنزف الشارع، طيب. يريد أن يشق الصف. لذلك أنا أتمنى من أصدقائي وأنا في بعض أصدقائي الناس رشحتهم رؤساء، الرجاء عدم التزاحم على الزعامة، لأن هذه تدمر أو تضرب أو تنال من الوحدة الوطنية. خلي الشارع الآن مازال وقت زعامات لم يأتي بعد، طيب. النظام فاشل في شيطنة الشعب. قبل يقدر ينفارض بحزب من الأحزاب زي ما انفارضها بالفيس، يقدر ينفارض من منطقة معينة، كان اللي يوقف في الطريق أو يعتصم يعطيه عام ونص والقضاء مضطر، لازم يكون حتى القضاء راح يتحرر من المشكلة هذه. لذلك أنا أقول أنه إذا كان الجيش يتحمل مسؤولية والمسؤولين والعقال يتحملوا المسؤولية، يجب أن نغلق الطريق أمام التدخل الأجنبي